بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 16/12/2016، نقوم نحن منظمة هاند ان هاند فور سيريا بالتعاون مع الورد فيجن بتوزيع سلل الطوارئ، وهي عبارة عن اسفنجات وحرامات للعوائل النازحة من ريف أو عفوا من مدينة حلب القسم الشرقي. طبعا التوزيع في مناطق الأبزمو، حزري، وفي العديد من القرى الواقع في الريف الغربي لحلب. حالة صعبة للنازحين حقيقة، نسأل الله أن يكون عونا لنا ولهم على هذا الجو. حقيقة ثلوج تتساقط في هذا الوقت، الجو قارس بارد، النازحين بحاجة إلى كل شيء، الإسفنجات، الحرامات، التدفئة، المواد الأولية التي تساعدهم على هذه الظروف الصعبة. يعني طلعنا بصعوبة بصعوبة جدا، يعني آخر نفس وآخر رمق طلعنا، يعني إيش بدي أوصف لك، طلعة الله لا يرويك إياها، يعني طلعة صعبة ميكن، وجينا هين الحمد لله رب العالمين، الله جاب لنا أولادها الحلال أهل الخير، ما قصر من طرفنا خالص من كل شيء، والحمد لله رب العالمين. طلعنا بآخر رمق أنا وأولادي، كنا محاصرين 7 أشهر، بعد 7 أشهر حصار، جوع، عطش، باعونا أهلكونا القادات اللي باعونا وراحهم على تركيا، حلقة مضغونهم وراحهم، يعني إيش بدي أسوي لك؟ 8 أولاد معاقين في عندي، يعني معاقين، وين أروح بيهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل أكثر. خط 4 أبواب،